حضارتنا المصرية عظيمة، فيها قصص وحكايات جميلة وفيها عبر كتير. يلا بينا نشوف حكاية مفيدة. جدو، هو فاضل قد ايه من المغرب يأذن؟ لسه فاضل ساعة يا سمسمة. ياه، ده لسه فاضل كتير قوي. طب ما تحكي لي حكاية يا جدو. حاضر يا سمسمة، احكي لك حكاية جميلة قوي من ايام اجدادنا. اجدادنا؟ مين اجدادنا يا جدو؟ اجدادنا هم المصريين القدماء، كانوا عايشين زمان قوي وعمروا مصر وبنوا حضارة بنفتخر بيها لحد دلوقتي يا سمسمة. طب احكي لي الحكاية يا جد. كان يا مكان في زمن بعيد كان بيعيش فلاح فصيح. يعني ايه فصيح دي يا جد؟ فصيح يا سمسمة يعني شاطر بليغ في علوم اللغة، بيعرف يتكلم من غير ما يغلط زي أصحابنا اللي بيسمعونا دلوقتي. الفلاح ده كان بيعيش في قرية اسمها غيط الملح. أيوة يا جد أعرفها، لأنها كانت مليانة بالملح. برافو عليك يا سمسمة. كان الفلاح ده بقى بيحمل الحمير بتاعته بالملح وبعض الأعشاب وحاجات تانية كتيرة، ويسافر يبيعها في بلد تانية اسمها أهناسيا. تعرفي فين أهناسيا يا سمسمة؟ أيوة، دي بلد قريبة من بني سويف دلوقتي. شفت أنا شطورة إزاي؟ برافو يا سمسمة. الفلاح ده بعد ما حمل الحمير وسافر بيها، قابله في الطريق مزرعة الوزير رنسي، وكان مدير المزرعة دي موظف طماع اسمه تحوتي نخت. أول ما شاف الحمير طمع فيها وقال أنا لازم أستولي على الحمير دي من الفلاح بأي مكيد أعملها. هو ده صح يا سمسمة؟ لا طبعا غلط، الطمع صفة سيئة يا جدو، زي ما علمتنا أنا وأخويا سمسم. الطمع يقل ما يجمع. ها كمل يا جدو، عمل إيه تحوت الطماع؟ فضل يفكر في حيلة وقرر إنه يفرش قطعة قماش في وسط الطريق اللي هتمر فيه حمير الفلاح. كان أولها على حافة النهر وآخرها على حافة حقل الشعير بتاعه. وأول ما وصل الفلاح بالحمير معرفش يمر غير جنب حافة حقل الشعير، وأثناء مروره مال واحد من الحمير بتاعة الفلاح وأكل من الشعير. هنا صار الموظف الطماع على الفلاح الفصيح واستولى منه على الحمير مقابل الشعير، وحاول الفلاح استرداد حميره إلا أن تحوتي الطماع ضربه. يا خبر، ضربه يا جدو. طيب وعمل إيه الفلاح؟ الفلاح راح أهناسيا علشان يرفع شكوته للوزير، وأول ما أرى الوزير شكوة الفلاح الفصيح أعجب جدا بفصاحته وقوة تعبيره. وكان ملك مصر وقتها بيحب البلاغة والأدب، فعرض الوزير شكوة الفلاح الفصيح على الملك، فأعجب الملك بفصاحته وأمر الوزير إنه ما يردش على شكواه علشان يستزيد الملك من بلاغته، وأمره كمان إنه يبعت الطعام والشراب لزوجته وأولاده من غير ما الفلاح يعرف أي حاجة. وفضل الفلاح الفصيح يقدم شكواه للوزير لحد ما وصلت لتسع شكاوى اتعرفت بشكاوى الفلاح الفصيح. وقال في آخر شكوى إنه يبث شكوته للإله لأن البشر ظالمون. هنا أمر الملك الوزير بأن ينظر في شكوته، فبعت له الوزير ورد إليه مظلمته واسترد حميره من الموظف الطماع، وأخذ الوزير ممتلكات تحوت الطماع واداها للفلاح الفصيح. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ها اتعلمتي منها ايه يا سمسمة؟ الله، دي قصة جميلة قوي يا جدو. اتعلمت ان الطمع يقل ما جمع، وان الحق دايما بيرجع لاصحابه، ولازم نطلبه باسلوب راقي. جدو سمسمة يلا عشان الاذان اذن. حاضر يا سمسم. استنونا يا اصحابنا مع حكايات كتير علشان نطير ونطير لعالم الاساطير.
مع أجدادنا المصريين. انتم بقى يا صحابي لو عجبتكم القصة ابعتوا قولونا اتعلمتوا ايه من قصتنا يا حلوين. يلا مع السلامة ونشوفكم الحلقة الجاية مع قصة جديدة مسلية